السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كم بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودائما مع حلويات العيد جيت نشارك معكم هذه الوصفة بزاف بزاف هايلة، وصفة اقتصادية وتاني تجي حلوة جافة تولب بزاف هكالات تاي والقهوة والحليب تجي بزاف هايلة. تقدروا ديروها بالعسل كما تقدروا بلا العسل كما درتها أنا، تجي بزاف هايلة ورائعة. تبعوا معايا الوصفة، نبدأ على بركة الله في تحضيرها. هنا في الوصفة تاعنا نسحقوه 5 صفار بيض، والبياض خليته من جهة واحدة أخرى نسحقوهم بعد في التزيين. وهنا 5 ملاعق كبار تاع السكر، ونخلطوا هاد المكونات مليح قبل ما نزيدوا باقي المكونات الأخرى إن شاء الله. وهنا كيما شفتوا معايا حركنا هذاك الصفار البيض مع السكر حتى حسينا هذاك السكر ذاب كامل. دوك نزيدو هنا 250 غرام تاع زبده تكون طريه بحراره الغرفه، ونزيد نخلطو حتى نتحصلوا على خليط متجانس ويولي اللون تاعو شويه مايل للبيضيه وتروح له بكامل هاد الصفوريه بزاف. هنا كيما تشوفوا معايا بعد ما تخلط كامل هذاك الخليط، دوك نجيو نزيدو الفرينه شويه بشويه. هنا ما عنديش مقاس نمدهولكم، بصح نتوما زيدوا حتى تحصلوا على قوام. دوك نوريكم النتيجه كيفاش نتحصلوا عليه، يكون طري وما يكونش يابس بزاف باش الحلوه تاعنا تجي طريه وتجي تذوب في الفم كي تاكلوها. كيما شفتوا معايا زدت تاني كيس خميره كيميائيه مع الفرينه هذيك، ونخلطوا كامل هاد المكونات حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. كما تشوفوا معايا العجينه تاعنا كملناها، وتحصلوا على هاد القوام يجي طريه وتجي ماشي متلاصقه في اليدين. كي تدخلوا يدكم هكذايا شوفوا تجي بزاف طريه وتجي بزاف هايله. دوك نروحوا كامل نوجدوا واش نسحقوا للتزيين ونكملوا شكلوا العجينه تاعنا والحلويات تاعنا الجافه. وهاد الحلوه ننصحكم بها تجي بزاف بزاف هايله، خاصه ولا درتوها العسل. وانا هاد الحلوه كي كليتها معسله، الله الله جات هايله هايله تدوب في الفم، ومدتها لي سعيده ربي يذكرها بالخير، ونجي لها تحيه من هنا ونقولها يعطيك صحه على الوصفه. مدتها لي عجبتني بزاف، دومونديت الوصفه مدتها لي ودرتها معكم وجات بزاف بزاف هايله. انا في الحقيقه كليتها بالعسل بصح نسيت هاد الديتاي ودرتها بلا العسل، بصح كي ذقتها تاني بلا العسل جات هايله، بصح مخصوصه شويه سكر باينه. والناس اللي ما تحبش بزاف الحلاوه تجيهم بزاف هايله، انا عجبتني بزاف خاصه ولا شربتيها مع اتاي ولا قهوه هكذا تجيكم بزاف خفيفه. فوالا، بصح نتوما ولا حبيتوا ديروها على اصولها كيما ديت الوصفه حبيت نوصلها لكم، هي تجيب العسل وتجي مخالفه بزاف البنه تاعها مخياليه. نشكلو كامل الكريات تاعنا هكذايا نسيو نشكلوهم كامل كيف كيف، ونروحو نديروهم في هذاك بياض البيض نحيناه من على الاول، ومن بعد نرمدوهم في الجلجلان ونحطوهم في سنيوه باش نديروهم يطيبوا. كتزيين بسيطه هنايا تقدروا تحطوا حبه لوز من الفوق ولا عادي فخوي كونفي انتوما وما حبيتوا. ومن بعد نديروهم في الفرن على 180 درجه نخليوهم يطيبوا حتى يتحمروا شويه ياخذوا لون حميمر شويه، حوالي 12 حتى 15 دقيقه، ونحيوهم. ولا حبيتوا ديروا لهم العسل ديروهم ديريكتوم في العسل اللي يكون بارد والحلوه تكون سخونه. ولا ما حبيتوش تعسلوهم تاني خليوهم هكذا كي يطيبوا يكونوا واجدين معاكم. شاهدكم في الجنه حبيباتي، ان شاء الله تسيوها وتعجبكم الوصفه، وان شاء الله مديت لها حقها كما يقولوا، وخاصه نكون درتها بالطريقه الصحيحه ان شاء الله. فوالا، انا هاد الكميه اللي درتها معكم خرجت لي كميه لاباس بها وجات تذوب في الفم، هذه ها هي النتيجه. انا تشوفوا حبات يجيو شويه بيضاء الاخرين شويه كحوله، بما انه استعملت جلجلان شويه بيض والاخر شويه كحل، سي بوسا جا هذا اللون. بصح جات النتيجه كيما تشوفوا مشقه وبزاف طريه وبزاف خفيفه.
ان شاء الله انتم تاني تسيوها وتعجبكم الوصفه. الى هنا نقول لكم طلب بزاف في روحكم، طلب بزاف في والديكم، ونقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ونتمنى نتلاقاكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. مع السلامه.